وبأولى مساحاتنا الصباحية حنخصصها أكيد لمساحتنا النفسية الاجتماعية والتربوية. اليوم كتير بنسمع بأطفال عندهم مشاكل وصعوبة بالنطق، بنسمع أمهات كتير بتقول أنا ابني اليوم بمرحلة بعمر معين بالأربع سنوات وما فوق عنده مشكلة بالنطق، ولكن اليوم الأم عم تقدر تحدد المشكلة، هل هي صعوبة نطق، هل هو مشكلة في النطق. اليوم كتير من الدراسات أجريت على هي الحالة وقالوا أنه ممكن تكون نفسية، ممكن تكون خلقية، وحتى اليوم نحن بنشوفها بالمدارس، اليوم حتى الكادر التدريسي عم يشتغل على هي النقطة. أكيد يا رشا، يعني المرحلة الأولى من عمر الطفل هي الأساس بتحديد المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الطفل، ومن أهم المشاكل يلي رح نحكي عليها اليوم هي مشكلة اضطراب النطق أو الكلام بطريقة غير مفهومة، التلعثم والتأتأة مثل ما ذكرتي رشا، ربما لأسباب وراثية أو ممكن تكون أسباب بيئية محيطة، أو ممكن نرجع للأزمات والصدمات النفسية اللي ممكن يتعرض لها الشخص. يعني ما هي إلا كلمات أو جمل ممكن يرددها الطفل بطريقة اللغناج، بطريقة الدلع. أنا بحب هي، أنا كتير بحب الطفل. نحن ممكن ننبسط هون، ننبسط بهاي المرحلة أكيد. نحن بننطر منهم كلمة بابا وماما، فهون يعني ممكن لبعدين يصير في حالة مرضية، هون لازم يكون في تدخل علاجي. صحيح هايدي، يعني كتير نحن بعمر معين من الأطفال بنحب هدول الكلمات، الوقت اللي بياخذوا من الأحرف، وقت اللي بيغيروا بالأحرف فبنضحك، ولكن يمكن اليوم هذا الطفل يكون عنده مشكلة، مفروض من الأهل والكادر المدرسي ينتبه إنه اليوم هذا الطفل بيعاني من المشكلة ونروح للأخصائي لنعرف شو هي الأسباب وشو هي طرق العلاج، وهل اليوم العلاج حيكون شامل وعام وممكن يؤدي لسلامة النطق فيما بعد. هدول التفاصيل وغيرهم حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية بصعوبات النطق الدكتورة خنساء البدوي. يسعد صباحك. صباحك. بالبداية يعني مثل ما ذكرنا هذا الموضوع مشكلة شائعة بحاجة من الأهل حتى يكون في وعي وانتباه أكثر. خلينا نعرف من أي عمر نعرف أنه مثلا الطفل عنده اضطراب بالنطق؟ هلا نحن بس نقول صعوبة أو اضطرابات بالنطق، نحن عم نقول بالموسوعة العامة أنه هو عسر أو عدم القدرة على التلفظ بعض الكلمات أو بعض الحروف، أو فيني أقول ممكن تكون أحياناً مشكلات عند الطفل بحجم اللسان، بتواجد الفك العلوي والسفلي يعني مع اكتمال الأسنان، ممكن يكون مشكلة بعضلات الوجه عند الطفل. فبس أقول أنا عندي اضطراب أو عندي مشكلة بروح فوراً للمنحل العمر الأول للطفل، يعني خليني أقول بنبلش منشوفها من عمر السنتين للأربع سنين بطريقة واسعة، يعني منلاقي إبدالات لبعض الأحرف، ممكن تغيير لبعض الكلمات، يعني وهي نحن مثل ما حكت الأستاذة منحبها كتير من الطفل، منحب كتير نسمع هاي الحالة. شو اسمها وقت الطفل هلأ ما بيبدل بالأحرف أو بيقدم كلمة على كلمة؟ طبعا هم نحن منقول هي اسمها اضطرابات النطق، بس دخلنا اضطرابات النطق معناتها أنا عندي إبدال لبعض الحروف، تشويه لبعض الحروف، إضافة ببعض الحروف وتقديم، يعني ممكن قدم حرف مكان حرف، ممكن بدل حرف بحرف، كتير أطفال بتبدل الراء بلام، يعني صحيح. بدل ما تقول مثلا بدي أكل لبن ممكن تقول ربان، أو ممكن تقول بدل حرف الراء لام بالسين أو غين كمان. إيه طبعا إيه سين والشين ذال وذاي، كتير منشوف أحرف عند الطفل. أنا بنتي بتقلي لتا بس انه ساعتها يعني بعمر خمس سنوات بس بلشت هلا شوي يعني من خلال الروضه. طبعا نحن بنقول هون بهي المرحله استاذه انه نحن لعمر السبع سنوات يعني مع الطفل تمام، هي الابداع بالذات الاضطراب عادي ممكن يستمر للسبعه، بس بيتم خليني اقول علاجه يا اما بتعاون اختصاصي او ممكن نحن بتوجيهاتنا المنزليه للطفل. هو بلشت يعني من التكرار ونعيد الكلمه وحتى بالمدرسه بالروضه، فبلشت هيك تطلع معه شويه احرف، فنحن رحنا انه هي بجوز موضوع غنج قد ايه كمان هي القصه بتاثر. أكيد. يعني بالذات اذا كان وحيد الولد بالبيت او بنوته على صبيان فبنلاقي كثير في غنج بالموضوع. طيب حكينا نحن اليوم عن هدول الاضطرابات، اليوم نحن فينا نفرق بين الاضطراب والمشاكل؟ ايه طبعا اكيد كل شيء له اعراضه له اسبابه وله طرق بالعلاج. خلينا هيك نوسع أكثر بموضوع المشاكل كونه ذكرنا أمثلة عن الأعراض عن الحالة. هلأ مشكلات النطق نحن مثل ما سبق وحكينا غالبا بنبلش نشوفها بعمر ثلاث سنوات. هلأ نحن بس بلشنا نشوفها بعمر ثلاث سنوات ونحن ما عاد فينا نتغاضى أو نرجع فيها لورا، لازم خلص بس شفت في مشكلة من المشاكل منها تأخر النطق عند الأطفال. في أطفال كتير بتوصل لعمر ثلاث سنوات
انا ما عم بحكي يعني ولا كلمه ولا في مساحه حرفيه ولا ممكن يكون في مساحه تعبيريه. فالاهالي دائما بيلجأوا لكلمه انه الطفل خلص لسه سنتين لحاله بيحكي، ممكن مع الوقت يحكي. بنسى انه انا ممكن يكون عندي طفل توحد بالبيت، يعني وارد يكون الطفل بلشت عنده اعراض التوحد ومنها انه ممكن يكون عم يحكي فجاه فقد الكلام، فقد القدره على الكلام. ممكن يكون الطفل عنده مشاكل سمعية فنحن ما حكى ولا كلمة، فأكيد في مشكلة سمعية عند الطفل لازم نشوف طبيب أذنية. ممكن يكون عندي أكياس مائية سادة وعاملة صمم للطفل عن السمع، ممكن يكون عندي مشاكل بالحنك، ممكن يكون عندي فتحة سقف الحلق يلي ممكن تتواجد عند كتير أطفال بالمرحلة الأولى الولادية، أو فجأة بصير عنده خلل بآلية الفم أو بالحنك. ممكن يكون كمان اللجام كتير منأكد على هي النقطة انه اطفال كثير بيكون عندها مشاكل بربط اللسان بقعر الفك السفلي، فمنلاقي اللجام دائما حجم اللجام كثير قصير، فنحن لازم نكون عم نحاول نعمل عمل جراحي ولو بسيط هو بفك اللجام عن اللسان لحتى يقدر ياخذ الحجم الطبيعي لللسان عند الطفل. يعني فكثير بيصير عنده مشاكل ببعض الاحرف، يعني ممكن ما يلفظ الراء اللام الاحرف اللي بدها رفع سويه اللسان للفك العلوي. تمام. يعني هون فيني اسالك انه لجانب الاسباب الوراثيه اللي ممكن تؤدي لهذا الشيء، كانه ممكن في امراض عديده ممكن تسبب الاضطراب النطق مثل ما ذكرتي، ممكن طبعاً الاذن، مشكله بالاذن، او ممكن مشاكل بالاسنان ممكن تؤدي لنطق بطريقه خاطئه. طبعا اكيد هلا بنلاقي كثير اشخاص بعمر كبير في عندهم مشاكل بالاسنان، فبتروح شو عندك مشاكل لثويات، يعني فجاه بصير عنده مشكله لثويه بالاحرف اللثويه، ممكن يصير عنده مشكله بنطق بعض الاحرف. هي نحن بمجتمعاتنا بنروح لجانب التنمر. المشاكل الوراثيه عاده نحن بنقول انه بتصير بتبين ببحر العمر الاربع سنوات. غالبا بنأكد على العنايه التامه للام بمرحله الحمل ما قبل الحمل، بانه نحن نعمل الفحوصات نتاكد من الجانب الوراثي لكلا الطرفين الرجل سواء كان او انثى لحتى نتاكد شو هي المشاكل اللي ممكن تصيب الطفل ببيئه الرحم. طيب خلينا قبل ما نروح لموضوع طرق العلاج، ولكل حال اليوم في عنا اسلوب واخصائي مفروض خلينا نقول يكون مع الطفل بمشوار العلاج. اليوم ضمن الفترة اللي مرقت والشهر الماضي بكارثة الزلزال، قديه صار في صدمات نفسية عند الأطفال؟ كتير. وهذا الشيء قديه كان له تأثير مباشر على نطقهم، يعني على سلامة، ما بنروح بالأمور العقلية والدماغية، خلينا بس بسلامة النطق. قديه شفنا حالات يعني أطفال راحت للتأتأة، يعني مرقت بهي الفترة؟ طبعا أكيد نحن التأتأة بنقول حكيتها سابقا حتى بالإخبارية انه نحن التأتأة هي العامل الموجود، يعني انا عامل التأتأة موجود ولكن كامل. يلي صار انه أزمة الزلزال عملت صدمة نفسية عند الطفل، فالعامل الكامل خرج صحيح ناتج العامل النفسي، فصار عندي اضطراب نفسي واضطراب عصبي عنده. بس مؤقت بيكون؟ ايه طبعا هو مؤقت ولكن يحتاج الى اختصاص. يعني خلينا نروح للاختصاصات والعلاج لليوم. كيف هلا نحن هلا بس بلشت المشكله فورا بيتم تقييم الطفل، حاله الطفل. طبعا قبل ما اقيم الطفل انا لازم اكون متاكده من سلامه الاذن، متاكده من سلامه الطفل من الملح العصبي، فممكن يتم التوجيه الطفل عند طبيب اذنيه وطبيب عصبيه للتاكد من الاليه التامه للطفل، من سلامه الطفل بشكل تام. فيما بعد إذا كانت مثل ما حكينا مشاكل اضطرابات بالنطق مثل إبدال وتشويه وإضافة وحذف، هدول المشاكل تعتبر شائعة عند الأطفال بشكل تام، فممكن العلاج يكون فوراً مع اختصاصي يتناول الحالة، يتلقى الحالة مع الطفل طبعاً بتعاون الأهل بشكل كامل. هلا خلينا نقول الأغلبية العظمى من الأطفال اللي بتنصاب بالتأتأة بتأخر الكلام ومشاكل الشفة الأرنبية وفتحة سقف الحلق، هدول بدهم متابعة ورعاية تامة. يعني أنا ما فيني اليوم أقول إنه الرعاية بس لأطفال الاضطرابات، لا، هدول بدهم يعني رعاية أكبر وشاملة بشكل أكبر. حيكون في طبيب مرافق. فنحن تمام مجرد ما عملنا الفحوصات التامة للطفل تأكدنا من سلامته بالشكل الكامل، بيجي هون أنا دوري كأختصاصي نطق ولغة بلش معه بتقييم الحالة، باخذ الاستماره من الام. في اساليب بتتبعوها مع الاطفال او بتعطوها للاهالي لحتى يشوفوا اذا فعلا عندهم اضطراب؟ طبعا هلا نحن مجرد ما دخلنا ببرنامج علاجي وحطينا برنامج علاجي هون بيجي دور الاهل معنا، لانه بالنهايه انا عم قدم ال 40% بس عليهم دور ال 60% بالبيت مع الطفل، لانه معلش الطفل بيقعد معي نص ساعه ساعه ماكسيمو، بس مع الاهل هو قاعد 24 ساعه 23 ساعه مع الام والاب.
ونحن جلسات النطق هي ما هي جلسات يومية لازم تكون مع الطفل، في شيء اسمه تنسيق للمنح العلمي للطفل بجلسة النطق. يعني في عندي أنا جلسة ممكن يكون أول الأسبوع، جلسة بوسط الأسبوع، وجلسة بنهاية الأسبوع، ما بصير أكتر. يعني في حال ما أتم هي الجلسات ممكن يصير لا، نحن دائما بنقول الاستمرار بالعلاج وال يعني المواظبة على الجلسة هي العامل الأكبر يلي بيدفع الطفل نحو الأمام. بس أنا إذا ما التزمت بجلسة، ما التزمت بالعلاج، لا أكيد رح بصير في عندي تراجع، حتى ممكن يصير عندي انحثار للوعي. يعني الطفل بيكون كان مشكلة، صار عنده مشاكل أكثر. ممكن يكون ناتج عن عدم التزام الطفل أثناء الجلسة، ممكن عدم التزام الأهل يعني بالناتج المعرفي اللي عم يقدمه الاختصاصي لانه. طيب هل عم تكون اليوم استجابة الأطفال وحدة؟ يعني احنا بنشوف عدة حالات وكل حالة إلى أسبابها. يعني وفي حدا بيقول لك انه مثلا بعمر 3 سنين انه انا ابني اليوم ما حكى، فبتروح فورا مثلا التيتي او حدا كبير بالعيله بيقول لك يا ابوه كان هيك يعني او عمه كان هيك، فمروح للقصه الوراثيه. ولكن اليوم بجوز عندنا طفل عنده مشكله اخرى يعني طبعا. فكتير مهم اليوم نحن الوعي بهي القصه. يعني خلينا نحكي نحن اليوم عن العمر يلي المفروض نحن نتابع، يعني نبلش مع الطفل وما نروح يعني كاهالي نحن بنحب هذا الحكي ولكن نحن عم نكبر حجم المشكله عند الطفل، فورا نروح للاخصائي. يعني وقت بنحس انه احنا بهذا العمر لا في مشكله، ودائما المفروض احنا بنسمع بالاخصائي انه لازم نصحح الكلمه للطفل طبعا اكيد، يعني ونقول له لا انه نرجع نعيده اياها. يعني احنا لا انه شو قلت بنحبها تمام منه. اكيد هلا وحتى نحن بضمن لب اختصاصنا وقت اللي بنشتغل مع الاطفال في كلمات بتطلع معهم كثير محببه وبنضحك عليها، ولكن الخطأ إنه نحن نعالج المشكلة بخطأ أكبر. يعني صحيح. لأنه نحن لازم نواجه المشكلة مع الطفل بطريقة قوية. فأنا وقت فرجيه إنه لا حلو كتير الكلام اللي عم تحكي، أنا عم واظب عليه لأنه أنا بدي حدا يضحك لي وبدي حدا يعطيني هي فوهة الاهتمام. هلا نحن بس قلنا جانب وراثي كثير نحن بناخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع باستماره دراسه الحاله ومناكد عليه، يا ترى الام كان عندها تاخر بالنطق او الاب، العم والعمه، الخال والخاله. مين اكثر بياخذ جينات؟ هلا بشكل عام نحن من الاثنين بناخذ بطريقه اكبر، وبنلاقي حتى المشاكل النطق عند الاطفال الصبيه اكثر من البنات. طيب ليش هون في مثلا بين الاخوات بتلاقي واحد بيحكي الثاني ما بيحكي او ممكن يتاخر ليحكي بعد 3 سنوات مثل مثلاً. ما نحن بنشوف كمان بالجانب الوراثي ممكن يجي اول 2 سليمين فجاه يجي عندي متلازمه داون. هي سبحان الله يعني بالنهايه عطايا ربانيه، يعني هي من رب العالمين، ممكن تصيب طفل وطفل لا. يعني صحيح. طب خلينا نحكي عن التاثيرات الجانبيه للموضوع. اليوم لما الطفل يبقى وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابع برامج، يتابع افلام كرتون، ان كان كمان بلغات اجنبيه، هذا الشيء قديش ممكن يخليه منعزل قاعد مع حاله ما يحكي مع حدا؟ هلا نحن دائما بنقول خط احمر الموبايل للطفل، الايباد، اللابتوب دون 7 سنوات. انا قبل 7 سنوات للطفل ما في اي تنظيم لآلية الادراك، فالطفل بيحب دائما الصوره، فبتلاقي ثلاث ارباع اطفالنا بيقعدوا على الموبايل ما بيعطيكي اي اصوات، حتى وقت اللي بيكون في موقف مضحك بالافلام يلي عم تنعرض قدامه ما بيعطي حتى تعبير الضحك او البكاء، فبتلاقيه مندمج بالشكل الكامل بالوان الصوره يلي عم تاخده يمين يسار. يعني كطفل هو متاثر بالصوره يلي عم تمر قدامه، ما له متاثر بالاصوات. فمشان هيك بنلاقي ثلاث ارباع الاطفال يلي عم يتعرضوا لشاشه بعمر صغير، رحنا لطفل شاشات قريب للتوحد، لطيف التوحد. فنحن كثير بدنا ننتبه لهي القصه انه الشاشه عم تلعب دورها مع الطفل. بينما الاطفال يلي عم تحكي بلغات كثير بتجي لعنا على العيادات والمراكز، اطفال من هذا النوع اللي ممكن يحكي اللغه الاجنبيه، اللغه العربيه مبتوره بشكل كامل عنده، ممكن يحكي لغه فصيحه يعني اللغه العربيه ولكن مو الفصيحه بالشكل الكامل، اللغه الكرتونيه خليني اقول نحن بنسميها، بيحكي مثل افلام كرتون. وعندنا حاله من الحالات يلي بتحكي طبعا شخصيه كرتون، بتحسي فيلم كرتون مدبلج قدامك، مدبلج الوضع ومتقمصه لدرجه حتى بالاسلوب الحياتي. يعني اذا بده يطلب منك شيء بده يطلبه بصيغه الكرتون، بده يشرب شيء بده يشربه ويطلبه بصيغه افلام الكرتون. بالاشارات كمان اذا فينا نقول هلا هي نحن كمان الاشاره اسلوب مبتكر ومتبع عند الطفل، انه خلص الاشاره اسهل لي من الحكي، فبلا بتلاقيه فجاه انه الولد عم ياشر لك على المي، ونحن كامهات بنعطيه اللي بده اياه. طب لا انا كيف تصرفت هيك؟ ما انا عم ببتر عنده جانب لغوي كامل، اسلوب لغوي لازم هو يتبعه يمشي فيه ينسق اهدافه عليه. فنحن لازم ننتبه لهي القصص كثير كامهات، وبننوه عليها كثير الامهات.
دائما نحن بننوه بضمن صباحاتنا وبضمن فقراتنا اللي بتخص الطفوله، انه نحن بعالم الموبايل نحن اليوم عم نضر هذا الطفل، ولكن نحن ما بدنا نقعد نجمل الوضع والواقع، نحن اكيد ما عم نتقيد. اليوم انت عم تتقيدي ب هلا انا ما في اطفال ما في اطفال ايه. نحن من تجربه يعني نحن بتصلي اخر شيء لمرحله انه خلص يعني بده يقعد على التاب او الموبايل، مثل ما قلتي بصير عنده ذاكره لحاله، بصير عنده عالمه الاخر. بنحاول يعني، ولكن بنرجع لنفس لنقطه انه ضغط الحياه، ساعات الشغل الطويله، الام اليوم مسؤوله على كذا جبهه يعني اليوم، فهي بتروح هي اسهل شيء. خليني بس ارجع لموضوع الصعوبات، النطق كرمال هيك نعطي اكثر مساحه له برحله العلاج. هل نحن اليوم عم نحصل على علاج تام؟ هل عم نرجع بطفل سوي نطقيا؟ او ممكن في بعض الحالات بس نروح لموضوع التخفيف؟ هلا نحن بس حكينا انه نحن بلشنا برنامج علاج مع الطفل، وكان في التزام من قبل الاهل بالجلسات، كان في التزام من قبل الامهات بالتحكم بآلية برمجة المعلومة. نعم. فنحن بنشوف الطفل بشكل تام عم يمشي معنا وعم يتلقى المعلومات معنا. فنحن عم نشوف الطفل ماشي صح، عم يتلقى البرنامج العلاجي بطريقه صحيحه، والاهداف عم تمشي وتصير بالمنحى اللي نحن حاطين عليه. طبعا اكيد بنلاقي الاطفال عم تمشي معنا وتتجاوب، وبرنامج العلاج مع نهايته عم يتم بالشكل الكامل. شو هي الحالات اللي ما فيها شفاء تام؟ هلا مو ما في حاله ما فيها شفاء تام، لا ابدا. نحن خلينا نقول ممكن يكون عندي متلازمه داون، هو من الاطفال اللي بتتاخر لحتى تحكي بعمر الست سنوات. فببلش بشوفه بعمر الست سنوات ببلش بيعطيني آليات كلامية، هو من الأطفال المتأخرين بالكلام. فيني أقول التوحد هو يعني أكثر الأطفال يلي ممكن نشوف عنده أنا آلية تأخر، لأنه نحن بنقول دائما 80% من أطفال التوحد هو الطفل ناطق و20% غير ناطق. مو لأنه هو ما له ناطق لا، أو مو لأنه ما عنده قدرة على الكلام، ولكن الكسل يلي بنشوفه عند أطفال التوحد بآلية اتخاذ الصوت أو بآلية الاندماج. تمام. طيب خلينا نحكي شو بالنسبة للأهالي يلي اليوم بيمحولوا شخصيته للطفل من الصغر، يعني بتلاقيهم قاعدين بمكان ما في حوار، ما بيخلوه يحكي، ما بيخلوه يطلب ويعبر. هذا الشيء قد غلط؟ ممكن نعطي شوية ثقة لأطفالنا لحتى يكون في شخصية بالمستقبل؟ إيه طبعا أكيد. نحن دائما بنقول إنه نعطي الطفل المساحة الكاملة تبعه، أعطيه الرونق تبعه، خليه يعبر يحكي اللي بده اياه، يعطي الآلية اللي هو بده اياها بالاسلوب الصحيح. لا. النقطه الاولى اللي دائما بنقول عليها للامهات والاباء انه لو حكى باسلوب غير مميز وغير صحيح، وكان عنده ابرام بالكلام بطريقه غير صحيحه، لازم خليه يحكي، لازم خليه يعبر بالاسلوب الصحيح والمناسب له، حتى لو كان في عنده ابدال ببعض الكلمات، عنده تشويه ببعض الكلمات. بالعكس انا لازم اعطيه المساحه الكامله تبعه. يعني من المتضح دائما اللي بنقوله انه الام والاب هو بياخذ الطفل القوه منهم. فوقت بكون انا حدا عم يضحك على ابني بالاسلوب الغير صحيح، او عم يقول له لا تحكي بهي الصيغه، احكي بهي الصيغه، رح كون المتنمر الاكبر له. فمن المفروض انا كاب وكام واعيين اعطي المساحه الكامله للطفل بالاسلوب الصحيح. هو عالم الاطفال دائما نحن بنقول عالم واسع يعني، ونحن اليوم امام طفل ذكي جدا. طبعا اكيد. اختلف يعني، حتى الامهات الكبار بيقولوا نحن ربينا اطفالنا بسهوله اكبر من هذه الايام. طبعا نرجع نحن بنقول الضغوطات، تغير العصر، التكنولوجيا هي كانت عامل اساسي بتنشئه هذا الطفل. نحن يعني نحن بنقول دائما عندنا بالمجتمع هلا الطفل ذكي اجتماعيا. صحيح. بالفطره هو عم يطلع مباشره ذكي اجتماعيا، فبتلاقي اول ما صار عمره 9 شهور مسك الموبايل بلش يقلب لحاله، سنه عم يعرف فيه اكثر مني انا الكبير. ايه يعني فجاه بتلاقي حدا عم يحكي وانت عم تضحكي بتقولي انا بعمره ما كنت احكي هيك، والله ذكي بشكل مو طبيعي. بنروح للذكاء الاكاديمي بعمر الخمس سنوات او بالاربع سنوات، كي جي 1 2 3 يعني بس يدخل هو الولد لمرحله الروضه او المراحل المتابعه التعليميه، بتلاقي الذكاء الاكاديمي خف عنده. طب وين الذكاء الاجتماعي اللي راح عندك؟ نحن ناتج الذكاء الاجتماعي هو عباره عن ناتج الالكترون العصري يعني اللي اتجه الاطفال نحوه. فبتلاقي الطفل بيسمع فجاه بصير مقلد، يعني سمع اليوم امه شو عم تحكي بكره بصير عم يحكي معك بالشكل اللي انت حكيتي فيه. تمام.
نهاية فقرتنا أكيد. لليوم أكيد نشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما نحن هيك بنقول حق اليوم أطفالنا نحن نكون معهم بولو يعني بساعة بالنهار، نقعد نسمعهم نحاورهم نسمع مشاكلهم، يعني نتجاوز شوي ضغوطات. هي دائما نحن عندنا مشكلة إنه نحن بنرجع تعبانين، يعني شغل بيت كذا، ولكن الطفل هون عم نهمشه ونحن بإيدنا عم نوديه لعالم أكيد. الموبايل والتكنولوجيا، فهيك إن شاء الله يعني نقدر نقدم هذا الواجب تجاههم. شكرا دكتورة لحضورك اليوم. شكرا لك دكتورة خنساء لكل المعلومات اللي قدمتي لنا. مشكورين انتم، شكرا لكم للاستضافه الكريمه. اهلا وسهلا.